يا ستي اعصبي لك، نحن هون اوكي، نحن لانه يمكن محجوزين ببيت، نحن محدودين الاشخاص، فبصير كل واحد يفكر حاله انه هو معجب بفلان وهو معجب. هي غير هيك ابدا. هلا انا لاقول لك شغله، مثلا ليش بيقول قلت لهم الصبايا زواج القرايب زمان مثلا او الزواج على الصوره، وقت اللي بتزوجي بيزوجوكي لحدا وانت ما بتعرفي نهائي وبتعيشي معه 50 سنة، وبعد اول 5 سنين اصلا بصيروا بيقولوا لك انه انت وزوجك شو بتحبوا. طب ما انت ما كنت تحبيه قبل العشره، تعود لما تشوفي حدا بوشك كل النهار بتحبي الاشياء اللي بشع فيه، حتى بتشتاقي لك، فهمتي؟ فيعني بنوصل لمرحله هون بنفكر حالنا ان احنا انعجبنا بفلان، وانا انعجبت بعلتان، وانا انعجبت بيه، وهو لا، هو مجرد يعني نوع من العشره مش حب. ان انا عاشرتك ويعني صداقه، بس نحن عم نفهمها غلط، عم نفسرها، عم نترجمها بطريقه غلط. عشان هيك شايفه انا كثير صار في مجرد البحث على شخص اخر، فهمتي؟ وانا بعتبره هالشيء غلط. انا ممكن كثير اني انا اعجب بحدا مثلا هون مثلا، خليه بقلبي خليه بقلبي خليه بقلبي، ولحظة اللي بتأكد 100% انه هذا اعجاب مش يعني اعجاب لهالمرحلة، هداك 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 المعنى مش الصداقة، هديك اللحظة بتكلم بكون انا البادية اذا بدك كمان يعني، بس المهم اني اكون متأكدة من مشاعري شو بتكون، مو كل ما عجبني واحد يلا بروح بحكي. بيعجبك 1000 واحد بالنهار يعني. كمان انه لا مو هيك، كمان الناس بتفسر انه انا مثلا بقعد مع هذا الشخص لاني برتاح له، ما خلص ما في اقعد مع هيدا وهيدا، ما هلا بفكر انه في بيني وبين شكل شيء، انا شكلي كثير مرتاح لبعض، ما عم بحكي بتحدث مع بعض مفكرين في بيني. وكمان بتتدربوا مع بعض بالبرايم، بتشتغلوا مع بعض، عرفتي؟ فمشان هيك كثير مع بعض في ناس بتقول انه كلمت انت؟ ليش؟ بس سليم ليه هيك عامل؟ ايه ها؟ اوكي.